أهلا وسهلا بحضراتكم. كانت الأستاذة نادية قبل الفاصل بتسأل، بتقول إن والدتها متوفية، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عن سيئاتها يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. فبتقول من أكتر بقى لها 10 سنين، ولكن ليها ورث كان من عمها. بتقول وخالها معاه الأوراق، هل يتكلموا معاه ولا لا؟ هم عبارة عن 7 أسر، بعضهم موافق يتكلم معاه وبعضهم مش موافق أنه يتكلم معاه، بحيث أنه يطلع الأوراق دي فكل واحد ياخد حقه. طبعا الأصل في مسائل الميراث أن يكون في ورق، وطالما أن الموضوع مر عليه فترة مش معناه أن الحق يسقط، لا. لكن هنسأل بقى لابد من سؤال متخصص ماهر، يعني يكون مثلا محامي شاطر جدا، أمين جدا. إيه اللي إحنا ممكن نعمله حتى قبل ما تقعدوا مع هذا الخال وإن أنتوا تتكلموا معاه، بحيث تعرفوا أنتوا وقتها عملتوا ما عملتوش، ولا عملتوا إعلام الوراثة إزاي، حتى السبيل الصح إن إحنا نقدر من الخال ده ناخد الأوراق اللي تثبت لنا الحق. وبعد ما تقعدوا مع المحامي ده بعد كده وتقرروا كيف تكون الجلسة، تعملوا زي غدا كده ولا عشاء ولا بتاع، وتقعدوا مع بعض، احنا عايزين نقعد نتكلم معاك يا خالي، احنا الوضع 1 2 3 واحنا بس لنا ميراث، كان الحياء مانعنا ان احنا نكلمك، حتى البعض اللي عايز يسأل ده، واحنا بنكلم معاك على اساس يعني كل منا يأخذ حقه، والاوراق اللي مع حضرتك احنا محتاجينها، لان المطالبة بالحق ده شيء يعني من العقل، وفي نفس الوقت ممكن نستعين في ذلك إذا احنا كأولاد أخته مش هيقبل مننا، الكبراء العقلاء الحكماء الناس اللي هو بيسمع لها برضو ممكن يكونوا موجودين في هذه الجلسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق ويصلح الأحوال يا رب.